اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير، واتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات. طبعا النهارده الحمد لله نتكلم في 38200، فطبعا لازم نتكلم في موضوع مهم وسؤال مهم جدا من شخص بعت لي بيسالني سؤال حلو. وطبعا موضوع السفر الفتره دي بيجي لي كميه رسائل على ماسنجر وعلى واتساب، يعني لا تعد ولا تحصى. ربنا يرزقكم جميعا ويوفقكم ويخلي عندكم امل كده في الله سبحانه وتعالى دايما. والله يعني زي ما بيجي وقت بتضيق، يعني ربنا بيسهل في اوقات كتيره، وكله هياخد رزقه سواء هنا سواء في مصر في اي مكان. خلاص، خلي عندنا اليقين ده في بدايه كلامنا كده، ماشي؟ طيب السؤال، الراجل بيسال بيقول انا ينفع اجي السعوديه بتاشيره زياره، تمام، او زي الامارات كده سياحه، هل ينفع اجي ادور على شغل؟ فهو متخيل ان الموضوع ده ممنوع، تمام، هو متخيل بيقول لك هو ممنوع ان انا. طبعا انت اي بلد انت تخشها، انا داخل سياحه، انا كوليد داخل سياحه امريكا، داخل سياحه كندا، داخل سياحه انجلترا، داخل سياحه الجن الازرق، تمام، انا مش هروح مثلا ابص على الجريده على الوظيفه كده الناس تقول لي ما تبصش على الوظيفه، او مثلا او اسال او الاقي مثلا اعلان وظيفه ما بعتلوش، لا، ده الحاجات دي كلها دي حاجات في الحياه. خلاص، فانت ينفع ان انت تدور، لان انت ما تتخيلش ان انت يعني مثلا اللي بينزل مصر مثلا ويروح للمحل ده يساله او المطعم ده يساله هيقول له ازاي، تعالى انت ازاي بتدور على شغل. دي نقطة ما قبل ان هو الحصول على الوظيفة بطريقة قانونية، او حتى لو في ناس ما بيشتغلوش قانوني بس وقت ما مثلا بيتمسك، يا اما بيبقى دي طبعا مشكلة قانونية، ولا انصح طبعا ان حد يعمل كده، تمام، فبيخش في الاجراءات القانونية بتاعت كل بلد على حد، سواء مصر، السعودية، قطر، بحرين، الامارات، اي بلد انت مقيم فيها بطريقة غير نظامية فانت كده تحت طائلة القانون. خلاص، عشان بس نبقى احنا متفقين. طيب، ولكن انا يا عمي ليا حد هنا في السعودية مثلا، والراجل ايه تكرم وقال لي ايه تعالى هبعت لك زيارة. طبعا الزيارة دي بتبقى تكلفتها اقل من التأشيرة الحرة بكتير، تمام، انت بتتكلم في 500 ريال ولا 700 ريال تقريبا، وبتروح تعمل البصمة في مصر، وبتيجي متاح لك مثلا دي تأشيرة سنة ليك ان انت تقعد مدة 3 شهور في السعودية، زي اي حد عايز اهله يجوا له يقعدوا فترة هنا في السعودية معاه وبعد كده ينزلوا. هل متاح ليهم في خلال هذه الفترة شغل قانوني؟ مش متاح بتأشيرة السياحة او تأشيرة الزيارة. هل متاح ليك انك تعمل اقامة؟ لا. هل ليك متاح انك تعمل حساب بنكي؟ لا. ولو حد عنده معلومه تانية يقول لي ان انا غلطان في، لو انت وصلت معايا للدقيقه الثالثه. خلاص، طيب الناس بيجوا زياره سياحه او اللي جاي له مثلا اسرته يقعدوا معاه شويه وراجعين، فمثلا الافضل ان انت بتيجي بقى، والله انا مثلا كوليد يا عم مثلا في شركه وفيها تاشيره مثلا لمهندس او فيها تاشيره لمحاسب، خلاص يا جماعه احنا الراجل ده ايه، انت معانا محاسب، بس طبعا لازم ايه بقى، بص الموضوع اللي بيمشي، ترجع مصر تروح تعمل التأشيرة، بيبقى مكتب مفوض ما بين الكفيل هنا والسفارة علشان يخلص لك الاجراءات بتاعتك، بعد ما تكون مثلا لو انت محاسب مهندس ورقك متوثق ودنيتك تمام وجاهز على ان التأشيرة المكتب يدخلها السفارة وتطلع، وبعد كده ايه ترجع هنا على تأشيرة عمل مدتها بيكون 3 شهور، وفي خلال ال3 شهور تعمل الإقامة، وبعد كده مثلا خلاص بقى تفتح حساب بنكي، تعمل اللي انت عايزه، تروح تعمل رخصة، تشتري عربية، تشتري أي حاجة، المهم انت كمقيم ليك كل الحقوق بتاعت الايه؟ بتاعت المقيمين في البلد طالما انت ماشي قانون. فبالتالي موضوع الزيارة، عشان بس محدش يبعت يسألني تاني فيه، لو انتوا اتمنى ان كلكم تسمعوا الفيديو واعملوا شير، يعني لعل وعسى الناس تستفاد من هذا الكلام. فيبقى انت في فرق كبير جدا ما بين الزيارة، زي اللي بيروح الايه، هي طبعا المميز في موضوع الامارات اللي بيروح فيزا سياحة
سواء شهر او شهرين. لو كان في 3 شهور، دلوقتي بقت شهرين للاسف. ماشي، اللي بيروح هناك تاشيره السياحه بيتم تحويل التاشيره الى اقامه. هي دي ميزه، هي دي برضو الامارات، يعني تلاقي عندهم برضو ايه، في اعداد كبيره بتروح سياحه، فلما استغل النقطه دي. حلو. هل هنا في تغيير الموضوع ان انت بتاشيره؟ اظن الموضوع ده اصلا لو موجود الناس كلها مش هتيجي تاشيره حره اصلا. طب انا ازاي اصلا انا بستفاد من التاشيره الحره، هاجي اعمل تاشيره سياحه؟ بص، هي كل بلد وفيها نظام، بس اعتقد يعني ما شاء الله السعوديه، يعني شايف ان هي ماشيه بخطى كويسه جدا في موضوع يعني موضوع السياحه، موضوع التاشيرات. لا يعني في خطوات بياخدوها ممتاز بصراحه يعني. تمام. طيب يبقى انت كده عندك تاشيره الزياره، يعني 500 ريال 600 ريال او حاجه زي كده، اضيف عليها تذكره الطيران. طبعا المفروض انت يعني مثلا بتكون حاجز ذهاب وعوده، واخد بالك؟ الناس ممكن تحجز ذهاب والعوده لما هي تيجي ممكن تقعد هنا شهر شهرين ثلاثه. طيب لو انا سؤال بقى مهم تاني، ينفع امدد التاشيره بتاعتي اللي هي ال 30 اللي انا هاجي اقعد 3 شهور دي، ينفع امددها؟ لازم تطلع بره البلد وترجع تاني، حتى لو هتروح على حدود البحرين وترجع. الناس طبعا بكلمكم عن تجارب، مش بكلمكم عن حاجه انا ما اعرفهاش. تمام، تطلع على الحدود البحرين كانك رحت البحرين او تروح الامارات وتيجي، يبقى انت كده خلاص ايه، دخلت في تمديد مده 3 شهور. طيب حلو، في واحد سالني سؤال، هل انا ينفع اجي يبقى ليه مثلا جيت وعملت الاقامه وبتاع وظبطت حالي وجبت عربيه مثلا، ينفع اشغل عليها حد؟ القصة دي اصلا فيها يعني فيها مواضيع كتيرة، لان انت قصة مثلا يبقى في كفيل هو اللي على يعني مثلا اوبر كريم ده سعودي، ومثلا شخص شغال على كفالة هذا الشخص شغال مكانه. لو انت انا مثلا كاني خدت سيارتك منك ورحت بيها مشوار ولا حاجة، تمام، وبجيبها اخر اليوم، بس انت اصلا انت هتثق في مين تسيب له عربية؟ هي دي الفكرة. لكن انت الافضل ليك ان انت مثلا تسيبها مع شركه لتاجير السيارات وهم يتصرفوا في القصه دي ويجي لك الايجار بتاعك كل شهر. دي افضل طريقه. موضوع الرخصه هكلمكم عليه لان انا بعملها الايام دي، بس يعني حظي للاسف امتحان النظري كان امبارح ووقف معايا على درجه، فلازم هعيد الامتحان تاني للاسف الشديد. خلاص، وهقول لكم شويه نصايح بقى من الاخر، عشان بس ما حدش لما يجي يعمل التاشيره يجي يعمل الرخصه هقول لك تحجز فين وتجهز نفسك ازاي وكده. ولان الموضوع هو في اماكن سهله وفي اماكن مش سهله. هقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. خلاص، سلام.